في 20 منطقة أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي تتواصل. عدة مؤسسات حكومية تشترك بتقديم الخدمات. نسب الإنجاز في المناطق المستهدفة وصلت إلى مراحل متقدمة. الجولة اليوم كانت في جانب كاخر صافة، شاكر العاني، أيضا حي الكوفة و المناطق المستهدفة اليوم، كان نسب الإنجاز جيدة جدا. تابعنا عمل فرقنا الموجودة من كهرباء وأمانة وحشد، والنتائج كانت ممتازة. اليوم توجه فريق الخدم الهندسي بتوجيه مكتب رئيس وزراء إلى منطقة بوب الشام والثعالبة، قسم بوب الشام والثعالبة، والمنطقة حاليا بالتحديد هي منطقة السريدات ومنطقة واحد حزيران. هذه المنطقة مساحة 52 كيلومتر مربع، 10 محلات. إن شاء الله نبدأ اتباع هذه المحلات بدل المحلات الأكثر حرمانا. يتوجه الفريق الخدمي لتوسيع أعماله في مناطق عديدة ببغداد والمحافظات، فيما يستعد خلال الأسبوع الحالي للمباشرة بإكساء منطقة البساتين في الشعب والشوارع الرئيسة في دوانم الشعلة وسبع قصور. سبع قصور احنا الآن بالنهايات إن شاء الله قبل الإكساء، وكذلك حي الكوفة لكثرة التجاوزات على الشارع العام. إن شاء الله خلال أيام وننتهي ونبدأ بإكساء شوارعها وإصلاح شبكة الكهرباء والماء والمجاري فيها. وصلت تقريبا نسب الإنجاز لمنطقة حي البساتين كتسوية ترابية وتقريبا 75%، تمديد شبكات ماء ومجاري تقريبا اكتملت المنطقة مراحل تقريبا 85%، وبالأيام القادمة يتم عمليات الإكساء المباشرة بها من قبل فريق الحشد الشعبي. السقف الزمني لإنجاز المشاريع في المناطق المحددة وفقا للفريق الحكومي سيتراوح ما بين الربيع إلى الصيف من العام المقبل. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.